السلام عليكم اخوات، مرحبا بكم في قناه نور الصفاء. اليوم جبت لكم وصفه تاع بريوش اللي طلبوه مني بزاف من اخوات. هذا البريوش بزاف سهل. عندنا بطايا وخت ناتشور، عندنا ملعقتين تاع خميره، عندنا 3 ملاعق تاع السكر، يعني تقدروا ديروا زوج ولا ثلاثه، عندنا مغرفه صغيره تاع ملح، عندنا حبه بيض للعجينه وحبه بيض ندهنوا بها، عندنا قارص تحبي تنكيه بالقارص ولا بالتشينا ولا بلافاني، عندنا كاس تاع حليب وبعد نقول لكم شحال من كاس يدخل فيه، عندنا فنجال تاع زيت، وهنا عندنا 500 غرام تاع فارينه. نبداو على بركه الله. عندنا كلش نديروه على خطره، نديرو الياغورت ناتشو، نستعملو كلش على خطره. عندنا الخميره نحطوها دو كوتي، عندنا السكر مع الملح دو كوتي، عندنا الحبة بيض نخلطو هادو مو نديرو حبة بيض، نديرو حبة بيض، وهنا نطمو بالحليب. اللي حبت تستعمل نص حليب ونص ماء، اللي ما يكونش عندها الحليب ولا اللي ما يكونش عندها كامل موفر الحليب دير لحظة حليب بودرة وتزيد نديرو الزيت وتزيد بالماء، وهنا نديرو الحليب بالعقل، نخلطوهم بهذه الطريقة. انا هنا دوك نديرها في العجانه، واللي حبت تستعمل يديها تكمل بيديها يجيهم تاني تشباب. انا نكمل بالعجانه ونرجع لكم اخواتي. هنا بعد ما عجنتها تعجنوها بيديكم تاني تجي مليحه، تكون هكا شويه الاستيكي وتكون تتلافق. نديروا لها القارص، انا نحب دائما نديرو مع الاخر باش يطلق النكهه تاعو خير. خليك ديريه مع اللبن هكذا، نسكرفجوه كامل، نسكرفجو ونعاود نزيد نعجنو شويه. شوفوا هنا كي عجنتو، درت له القارص وعجنتو، شوفوا كاش يجي تلاصق وخفيف. نخلوه يخمر من نص ساعه حتى لساعه كامله، لازم يطلع مليح. هنا بعد ما خمرنا كما راكو تشوفوا، نديرو شويه فارينه نحطو في بلون دو طرافاي، ما نكتروش بزاف الفارينه باش ما تيبسناش لاباط، غير شويه باش ما تقعدش تتلاصق، برك نقدروا نخدمو بها تتلاصق لاباط. هنا نديروه دي بولات، خرجنا كونتيتي مليحه هاد البريوش. هكذا نسيت هنا باش نقول لكم الشوكولا تاع الطلي اللي متوفره عندهم واللي ماشي موفره ما يديروهاش. هكذا نحلو نديرو شويه شوكولا ونعاودو نغلقوها، غلقوه بهاد الطريقه باش الداخل يجيكم مرولي كي تحلو البريوش تلقاه الداخل مرولي كامل والشوكولا في الوسط. هكذا ونديرو سي ونديروهم كامل قد قد. هكذا
كما راكو تشوفوا فيه نحلو فيه بهذه الطريقة. نديرو الشوكولا ونزيدو نروليوه. ميم تخرج شوية شوكولا سي با كغاف، نسيو كيفاش نطموها لداخل. هنا ديرو بابي كويسون ونكمل لاباط تاعي كامل ونرجع لكم. هنا خمر الثاني مره، نديروا له البيض بلا فاني، ولا تحبوا البيض بالخل اللي يساعدكم، لا البيض وحده، وتسيو ما تسيلوش على السنيوه باش ما يخرج لكمش كلي ما يتنقلاش داك البيض. ندهنوهم كامل بهذه الطريقه. وتاني تحبيت نقول لكم باللي نسيت باش نقول لكم على على الحليب. جاني واحد الكاس ونص تاع حليب اللي انضمت لي في لاباط اللي سحقناها في لاباط. هنايا نقطعوا البريوش اللي حبت بلونجيلات، ولا تحب تستعمل المقص. شوفوا قطعته من الفوق وقطعته مع الكوتي مايل للمقص، تشكلوه كيما تحبوا. تاني هذا تاع الطريقه، ويجي بزاف خفيف. انا درت 3 ملاعق تاع السكر على خاطر درت له لداخل الشوكولا، سي بوغ سا درت 3. مي اللي حبيت دير 4 ولا تما ما دير له والو لداخل، تقدر دير 4 ولا 5 حتى ل 5. هنا ديروا شويه جلجلان، ويطيب تشعلوا الفرن من الفوق ومن التحت، ومن بعد تشعلوه غير من التحت وتحمروه من الفوق. أني كملت الوصفة تاع البريوش تاعي، إن شاء الله يعجبكم. نرافقوه مع الشوكولا شو، وعندنا هنايا باش نوريكم الأشكال اللي درتهم لكم. شوفوا كيما اللي قطعناهم باش إلا راكو تشوفوا مليح إلا ويبان لكم. هنايا ها الطريقة كيما شلحناه، نحلكم وحدة باش تشوفوها. شوفوا الله يبارك شي يجي. شوفوا الداخل، ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعي وتجربوها في بيوتكم، وتخلوا لي كومونتير وديروا لي جيم وتبارطاجيو، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.